تخيل وجود ريش في جميع أنحاء رأسك وما زلت تسمى أصلع. هذه هي حياة النسر الأصلع العظيم، الرمز الوطني للولايات المتحدة الأمريكية. بعيداً عن النكات، في نهاية هذا الفيديو ستعرف الكثير عن النسر الأصلع وستكون سعيداً لأنك شاهدته بالكامل. لذا دعونا نبدأ بالرمز العظيم لأمريكا، النسر الأصلع. بصرف النظر عن كونه الشعار الوطني للولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1782، يعرف النسر الأصلع أو العقاب الرخماء أيضاً كصياد القاتل. يتواجد في الغالب بالقرب من المسطحات المائية الكبيرة مع إمدادات غذائية كبيرة بشكل رئيسي في أمريكا الشمالية. النسر الأصلع هو نسر ضخم الحجم، عادة ما يفترس الأسماك، ويكون سلاحه الأساسي هو مخالبه. يقال أن النسر لديه أكثر من 400 نوع من الكائنات الحية التي يمكن أن يتغذى منها، ولكن الأسماك هي الخيار المفضل بالنسبة له. كما تعلم، فإن النسر الأصلع ليس أصلع بالمعنى الحرفي للكلمة، إن مجرد سبب تسميته بالنسر الأصلع هو حقيقة أن رأسه واضح للعيان بسبب لونه الأبيض الفريد مقارنة ببقية جسده البني الغامق. ومن السمات البارزة الأخرى المنقار الأصفر الطويل والحاد، يتشابه الريش ذو اللون البني الغامق إلى حد كبير في كلا الجنسين. لكن يقال إن أنثى النسر الأصلع أكبر بنسبة 25% من الذكر. لا يزال العلماء غير متأكدين من سبب وجود هذا التفاوت في الحجم، ولكن نظراً لأن الإناث تقود عملية بناء العش واحتضان البيض، فإن الحجم الأكبر لديه فوائده. طول جسمه من 70 إلى 100 سنتيمتر، أضع الجناح بحوالي 5 إلى 7 أقدام، وكتلة الجسم بين 3 إلى 6 كيلوغرامات. أيضاً بصره أقوى من الإنسان بحوالي 4 إلى 8 مرات، وعينيه تحتويان على غشاء شفاف على الجفون يسمح له بالرؤية بوضوح حتى مع إغلاق عينيه. عادة ما يبني عشه على الأشجار الصنوبرية والصلبة التي يبلغ ارتفاعها 20 مترا وعمقها 10 أمتار. أثناء اختيار منزله، هناك عامل آخر يؤخذ بالاعتبار، وهو القرب من المسطحات المائية للحصول على رؤية أفضل للأسماك. عادة ما تكون عشاشه ضخمة الحجم لاستيعاب أجسامه الكبير. يتراوح متوسط حجم العش من 2 إلى 4 أقدام في العمق و4 إلى 5 أقدام في العرض. لكن أكبر عش لنسر أصلع تم تسجيله على الإطلاق كان في فلوريدا عام 1963، والذي بلغ عرضه حوالي 10 أقدام وعمقه 20 قدم. لا يبدو أن النسر الأصلع يحب البشر كثيراً، بحيث أنه يختار العيش في أماكن بها تدخل بشري ضئيل. يمكنه الطيران بسرعة تتراوح بين 55 و70 كيلومترا في الساعة، بينما يطير بسرعة 120 إلى 160 كيلومترا في الساعة أثناء الغوص لمهاجمة فريسته. بمجرد أن أمسك بفريسته فإنه يطير بسرعة أبطأ نسبيا تبلغ 48 كيلومترا في الساعة. عادات هجرة النسر الأصلع هي أن ينتقل إلى الجنوب في الشتاء، لأن المياه تتجمد في الشمال، مما يجعل من الصعب الحصول على الغذاء. خلال فترة الهجرة لا يطير طوال اليوم، ولكن له مدة محددة. يطير بشكل أساسي من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 6 مساءً. هناك قسم معين من الناس يميلون إلى الخلط بين العقاب الرخماء والنسر، ومع ذلك هناك فرق واضح بين الاثنين. عند الطيران تكون أجنحة العقاب مسطحة في الهواء، بينما تشكل أجنحة النسر شكل V في الاتجاه التصاعدي. غالباً ما يشار إلى النسور الصلعاء على أنهم لصوص، نظراً لحقيقة أنهم معتادون على سرقة فريسة حيوانات أخرى أو أحياناً حتى البشر مثل صيادي الأسماك. يمكنهم حتى أكل النفايات من حاويات القمامة إذا لزم الأمر. على عكس سلوكهم المفزع، فإن النسور الصلعاء لديها صوت رقيق وصفير لا يتوافق مع مظهرها. نعم، صرخة النسور الصاخبة التي تسمعونها في الأفلام مزيفة. في الواقع، الصوت الذي يظهر غالباً على الشاشة للنسر الأصلع هو في الواقع صوت الصقر ذو الذيل الأحمر.
تتمتع النسور الصلعاء بقبضة قوية للغاية تسمح لها بحمل سمكة تزن بقدر ما يزن النسر نفسه. عادة ما يعرف أنهم يبلغون النضج الجنسي في سن الرابعة أو الخامسة، والذكور العقاب الرخماء يتزوجون مدى الحياة. لهذه الغاية فإنهم يعودون إلى الأماكن التي ولدوا فيها. نادراً ما يحدث ذلك، ولكن إن كان الزوجان غير قادرين على التزاوج وإنجاب نسل فإنهما ينفصلان ويبحثان عن رفقاء جدد للتكاثر معهم. يعتقد أن متوسط عمر النسر الأصلع يبلغ حوالي 20 عاماً، في حين أن أقدم نسر أصلع عاش حتى 38 عاماً. إنهم يميلون إلى العيش لفترة أطول في الأسر، وكان أطول عمر نسر أصلع يعيش في الأسر هو 50 عاماً. يعتمد عمر هذا النسر إلى حد ما على الموقع الذي يقيم فيه ومدى سهولة وصوله إلى الفريسة من هذا الموقع. في عام 1995 تم تصنيفها على أنها من الأنواع المهددة بالانقراض، ولكن تم تغييرها لاحقاً. في عام 2007 تمت إزالته من قوائم الأنواع المهددة بالانقراض، وحددت القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ البيئة IUCN الفصيلة إلى الأقل إثارة للقلق. لقد انخفض الصيد الجائر لهذا الطير بشكل كبير على مر السنين، لدرجة أنه في دراسة حديثة في فلوريدا استنتج أن معدل البقاء السنوي للنسر الأصلع البالغ هو 100%. حتى بعد مأساة التسرب النفطي لشركة أكسون فالديز في ألاسكا والتي أثرت بشكل كبير على النسور الصلعاء، ظل معدل بقائهم على قيد الحياة 88%، في حين أن معدل وفيات البالغين منخفض جداً. إلا أن خطر نفوق الصغار لا يزال كبيراً في المناطق الرئيسية. غالباً ما يعتقد أن 50% فقط من الصغار يعيشون عامهم الأول بعد الولادة. تحدث معظم وفيات هذه الطيور الصغيرة بسبب الجوع، الطقس غير المؤاتي، أو الأشقاء العدوانيين، أو في حالة انهيار العش. كما لو أن هذا لم يكن كافياً، هناك سبب آخر للقلق، وهو الحيوانات المفترسة التي تفترس صغار النسور الصلعاء مثل الذئاب والغربان والقطط والدببة السوداء الأمريكية والبوم والصقور ذات الذيل الأحمر وغيرها من النسور. غالباً ما يتم الاعتداء على هذه الأفراخ عندما لا يكون والديهم حولهم، وهو ما يحدث غالباً عندما يكون توافر الطعام منخفضاً، ويتعين على كلا الوالدين البحث عنه، مما يؤدي إلى حماية أقل بكثير. النسر الأصلع ليس مجرد نسر عادي، بل له أهمية ثقافية هائلة. بصرف النظر عن كونه الطائر الوطني للولايات المتحدة، فهو أيضاً موجود بشكل بارز على الأختام والشعارات والطوابع البريدية للحكومة الفيدرالية الأمريكية. ومع ذلك كانت هناك معارضة من الناس الذين لم تعجبهم فكرة جعل النسر الأصلع الطائر الوطني لأمريكا أو أعطائه أهمية كبيرة بالنظر إلى طبيعته الشبيهة باللصوص. أحد هؤلاء الأشخاص البارزين كان بنجامين فرانكلين السياسي المخضرم، الذي ذكر في رسالة إلى ابنته أنه يفضل الديك الرومي البري كممثل للبلاد، ورأى أن النسر الأصلع لا يتمتع بأخلاق من جيدة ولا يكسب رزقه بإخلاص. غالباً ما ينظر الأمريكيون الأصليون إلى النسر الأصلع من زاوية روحية، ويعتقدون أنه وسيط بين الله والبشر. يعتبر ريش النسر الأصلع مقدساً ويعبد في العديد من العادات الدينية. في مختلف القبائل المختلفة يعتبر النسر الأصلع حامياً ورمزاً للسلام والشرف والخصوبة. أخبرنا برأيك في هذا الطائر الجارح المطلق الضخم المكرس القاتل المجنح المهيب الجميل في قسم التعليقات أدناه. أيضاً لا تنسى دعمنا بالأعجاب، الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس للمزيد من الوحوش الرائعة. شكراً للمشاهدة، نراكم في الحلقة القادمة.